جوية. إذا نستهل أخبارنا بالشأن الأمني، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببمواد رايس بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بوتسمار من تفكيك أخطر شبكة إجرامية مختصة في السطو على مصانع وقائع القضية، كانت عن طريق تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 لمركز العمليات بالمجموعة، مفادها تعرض مصنع ببلدية واتسمار إلى عملية سطو مسلح من طرف مجموعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء ويرتدون أقنعة. التحقيق المعمق من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببمواد رايس عن طريق استعمال أحدث تقنيات التحري والسماع مع استغلال تسجيلات الكاميرا والفيديوهات المسترجعة من طرف جميع الضحايا لمختلف المصانع، تمكنوا من توقيف كل أفراد الشبكة والمقدر عددهم بستة أشخاص مع حجز سيارتين ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السطو. بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية. مكن عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببير مراد رايس بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سمار من تفكيك أخطر شبكة إجرامية مختصة في السطو على المصانع. وقائع القضية كانت عن طريق تلقي تبليغ على الرقم الأخضر 1055 من مركز العمليات بالمجموعة، مفاده تعرض مصنع ببلدية واد سمار إلى عملية سطو مسلح من طرف مجموعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء ويرتدون أقنعة. التدخل الفوري والسريع لعناصر الدرك الوطني مكن من توقيف ثلاث أشخاص في حال التلبس يضعون أقنعة وقفازات وبحوزتهم الأدوات التي تم استعمالها في عملية كسر وفتح الأبواب مع استرجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، أربع عجلات مطاطية، أربع بطاريات، أجهزة إلكترونية ومختلف الأشياء المستعملة في السرقة. التحقيق المعمق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببير مراد رايس عن طريق استعمال أحدث تقنيات التحري والسماع مع استغلال تسجيلات الكاميرا والفيديوهات المسترجعة من طرف جميع الضحايا لمختلف المصانع وتحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكن من توقيف كل أفراد الشبكة والمقدر عددهم بستة أشخاص مع حجز سيارتين ودراجة نارية كانت تستعمل في عمليات السرقة.